ثلاث سنين وراجل 10 على 10، والاكل بتاعه بسم الله ما شاء الله حوله. هو مهنته من سوريا دي، وراجل 10 على 10 والله، وانا متعامل معاه اكثر من ثلاث سنين، وصل لي اعمل له افتتاح للمحل اكثر من 4 5 6 مرات. كل يوم كنت باكل عنده، كل يوم ومطعم طب جميل جدا. كورونا بقى؟ لا لا، نظافه طبعا وتعقيم المكان كله، والترابيزات والكراسي وكل حاجه متعقمه فوق. مطعم جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه. لا لا، اسعاره كويسه وجميله، ما مش مناسبه لينا الكل. اه لا، الشاورما انا بحب الشاورما اكتر حاجه بحبها، الشاورما الصراحه. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد والفل والياسمين، كل سنه وحضراتكم طيبين. العيد خلاص فاضل عليه ايام، وبما اننا خلاص داخلين على العيد، النهارده حبيت انقل لكم تجربتي في مطعم هايل جدا جدا جدا، ممكن ان انتوا تروحوا وتجربوه في العيد، هيعجبكم جدا جدا جدا. وطبعا احنا متعودين في البرنامج بتاعنا في فقره المطعم مع منى، بنجيب لكم مطعم مش اي مطعم. النهارده انا نزلت المطعم بنفسي، دايما كنا بنجيب المطعم معانا في الاستوديو وبنصور المأكولات الهايله بتاعته، لكن النهارده انا نزلت، واول ما دقت الطعم الهايل قلت لازم نصور المطعم ده عشان كل المشاهدين يشوفوا قد ايه الاكل جميل فيه. النهارده مطعمنا مطعم سوري، وطبعا السوريين تميزوا بالاكل المميز والطعم الرائع وكمان نظافه المكونات، والاكل دايما اللي بتلاقي شكله يفتح النفس. هم دايما بيعتمدوا ان العين بتاكل قبل ما انت تاكل، فقد ايه شكل الطبق جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. انا عايزاكم تشاركوني التجربه. النهارده انا معاكم في مطعم اسمه ابو عبدو السوري، ولو زي ما قلت لحضراتكم اتكلمنا عن الاكل السوري، يعني بنتكلم عن النظافه في الاكل، الطعم الرائع، والسعر المعقول جدا اللي يخليك انت كمشاهد لو خدت اسرتك وخرجت تقدر ان انت تاكل الاسره كلها من غير ما تبقى في عندك ميزانيه عاليه او ان انت الميزانيه تبوظ منك بتاعه الشهر. النهارده معانا ومعاكم مطعم ابو عبدو السوري، ومعانا ومعاكم صاحب المطعم الاستاذ ابو عبدو. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك يا رب. تسلمي يا رب. الله يسلمك، اهلا بيكم، شرفتونا والله بجد. احنا مبسوطين جدا بوجودنا مع حضرتك النهارده. الله يسلمك يا رب. اهلا وسهلا. الاكلات الحلوه دي. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك يا رب، بتشرفونا، هذا من ذوقك ولطفك اول شيء، ربنا يخلي حضرتك. طبعا احنا في الفترة الأخيرة شفنا السوريين كتير، الأشقاء والإخوة نورونا في مصر. عايزين حضرتك تكلمنا عن تجربتك بداية من بداية نزولك مصر. الله يسلمك، هذا لطف منك. يعني طبعا احنا صلنا بمصر هون حوالي 8 سنين، أنا جيت من حوالي 8 سنين هون مصر. طبعا احنا بنشكر اول شيء سياده الرئيس الاستاذ عبد الفتاح السيسي، يعني اللي ضمنا وحضرنا في البلد دي وامن لنا كل شروط الاستثمار. يعني ربنا يوفقكم. طبعا انتوا اشقاء ودي بلدكم الثانيه مصر. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. طبعا احنا اول ما يجينا شفنا الحاجات اللي ممكن نشتغلها، عرضنا فكره الاكل السوري. طبعا هون عملنا اكلات جديده لسه، يعني لسه المواطن المصري ما بيعرفها. فعلا انتوا الاكلات بتاعتكم مميزه جدا، واكتر اكله تميزتوا فيها ومحدش يقدر ينافسكم فيها تماما هي اكله الايه؟ اكله الشاورما. ايوه بالظبط. الشاورما، فتت شاورما والفراخ المشويه، الطريقه السوريه. طبعا هو كان مصر هون في شاورما طبعا، بس احنا الطريقه اللي تميزنا فيها الطريقه السوريه. طبعا احنا قدمنا الاكل السوري ولقى انه عطى نتيجه كبيره. وطبعا الاسعار اللي احنا اشتغلنا فيها اسعار تناسب كل الناس.
الطبقة الوسطى العليا، أي واحد بيقدر يعني بتناسب كل الناس. فعلا مشاهدينا الأعزاء، إحنا لو بصينا الأسعار في المنيو أنا مش متخيلة، دي مش أسعار التكلفة على فكرة. فعلا لو أنا جبت الحاجات دي في البيت وعملتها فعلا الأسعار مش أسعار التكلفة حتى. فيعني لأي رب أسرة، لأي زوج حابب إن هو يفرح أولاده ويخرجهم، فعلا المطاعم السورية أسعارها قليلة جدا. إيه السر في الموضوع ده؟ لا السر بالموضوع، السر بالموضوع هي السر بالموضوع إنه مثلا السوريين وقت يجوا لهون، أغلبية السوريين وقت يجوا فتحوا مطاعم ما كان هدفهم الربح. يعني هدفهم بالأول وبالآخر إرضاء الزبون أو إرضاء المواطن أول وحدة، إنه يفوت يرضى، يعني يرضى علي، يعني يرضى على أكلي، يعجبه أكلي، هاي أول شغلة. فما كان هدفه، هو هدفه إنه مثلا الربح أول شغلة، وبعدين الربح بيفكر فيه آخر شيء، يعني آخر شيء ممكن يفكر فيه صاحب المطعم إنه هو الربح. أما بالنسبة للخامات، نحن طبعا الخامات بنجيبها بأعلى جودة، بس التكلفة تبعها بنجيب بالكميات. يعني أنا مثلا، أنت ممكن تروحي على السوبر ماركت تشتري كيلو رز، بس طبعا صاحب المطعم ما حيشتري كيلو رز، رح يشتري 2 طن رز، رح يكون السعر ارخص عليه. يعني انت التوفير اللي انت خدته من انك خدت كميه بتديه للزبون؟ بدي للزبون. والله انتوا هايلين. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. يعني هو الله يسلمك، لما حضرتك تاخد كميه اكيد بتاخد سعر اقل، ولما بتاخد سعر اقل بيكون السعر ده المفروض ان المطعم اللي بيستفيد بيه، فالافاده دي تخيلوا بيدوها للزبون. مفيش حاجه زي كده يا جماعه. هذا هو سر، هذا هو السر في موضوع الاسعار. يعني اكيد هذا هو السر بموضوع الاسعار. وطبعا مو طالبين مكاسب عاليه، واول شغله والثاني بسر الاسعار هي المبيعات العاليه ما شاء الله. فهو كل ما ارتفعت المبيعات فاكيد السعر رح ينزل. تمام. لانه مثلا صارت صاحب توفي معه، يعني ما شاء الله. كل ما ارتفعت المبيعات صاحب المطعم صار توفي معه. اما وقت تكون المبيعات بالنسبة قليلة فبيضطر صاحب المطعم انه يرفع السعر مشان يعدل، مشان يوصل للمكسب او يعدل. تمام. اما اذا ارتفعت المبيعات، اذا ارتفعت المبيعات فهي حتعدل معايا، يعني. وهو ده سر انه الاكل السوري رخيص في البلد دي، انه هم اخذوا مبيعات عالية. اول حاجة هم اخذوا مبيعات عالية، تمام، فاي حاجة صارت تعمل معاهم، يعني صار النص جنيه يعمل الجنيه يعمل. يعني أنا لما أبيع مثلا 50 قطعة غير لما أبيع 1500 قطعة. صح. لما أبيع 150 قطعة مثلا أنا عايز 2 جنيه، أما لما أبيع أنا 1500 قطعة ممكن القروش تعمل معي. فعلا وجهة نظر تحترم جدا، وهي دي دايما سر نجاح أي حد عايز يعمل اسم على المدى الطويل، مش عايز مجرد مكسب صغير وخلاص، لا انتوا بتعملوا اسم على المدى الطويل. عرفت كمان من حضرتك قبل التصوير ان انتوا بتستخدموا لحوم ودجاج بلدي وما فيش حاجة مجمدة، كله فريش. بالنسبة للحوم كل حاجة فريش يوم بيوم ما شاء الله. يعني لحمة بلدي يا جماعة، شوفوا اللحمة بلدي بكام. تمام. كل يوم في يوم. تمام. تمام. وطبعا هي اصلا ما بتشتغلش معانا المجمدة هنا. تمام. يعني احنا ما بنشغلش عشان المجمده ما بتقبلش التتبيله اللي احنا بنديها اياها. ايوه انا عايز اعرف سر التتبيله. التتبيله دي سر المهنه بقى. طب ادي اي حاجه للمشاهدين كده ازاي. طيب نشيل الزفاره من اللحمه ومن ال... هلا احنا ممكن اديك دي ما ايوه سمح. يعني اي حاجه للستات. طيب. اللي قاعدين دول احنا سر الشغل بتاعنا انه احنا اللحمه بنجيبها او مثلا الفراخ هي بيكون فيها زناخه او زفاره. الزفارة دي بنسحبها عن طريق الليمون والثوم. ليمون وثوم. وثوم وخل. تمام. دول بيسحبوا الزفارة اللي في اللحم. تمام. انت لما نحن نسحب الزفارة اللي باللحم ممكن نديها بقى البهارات تاخد البهارات بتاعتها. تمام. اما قبل كده قد ما انت حطيت لها بهارات وايه نوعية البهارات اللي انت هتحطيها مش هتعمل حاجة. يعني احنا الاول بنشيل الزفاره من اللحوم او من الدجاج وبعد كده هي بتستقبل البهارات اللي هي سر الايه التتبيله بتاعتكم اللي هي التتبيله السوريه اللي احنا جبناها معانا من سوريا. ما شاء الله بجد انتوا اكلكم رائع، وعايزين نعرف بقى اهم الاكلات اللي انتوا بتقدموها في مطعم ابو عبده السوري غير طبعا الشاورما. طبعا عندنا الفراخ المشويه، عندنا الغربي الفاهيتا المكسيكي،
سوبريم. النهارده انا واخده فاهيتا. اوكي تمام. الفاهيتا دي طعمها يجنن يا جماعه، ولا طعم الرز. الاكل كل حاجه معموله بعنايه ومعموله بدقه، تحس ان الشيف فعلا عايز يمتع اللي هياكل، واخد باله من كل تفصيله صغيره. ففعلا تجربه رائعه، واي حد هيجي المطعم هيستمتع جدا جدا جدا. ايوه مع حضرتك. الله يسلمك يا رب. انتوا والله بتشرفونا، ونحن المصريين اخواننا اخواننا وحبايبنا، وبنتمنى ان كلهم يعني يجوا يجربوا الاكل. لا ده كل المصريين دلوقتي هيجوا ينوروا حضرتك. لكل اللي حابب يجرب مطعم ابو عبدو السوري، لينا فرعين، عايزين نعرف بقى عناوينهم. اللي احنا هنا في محمد نجيب في اسكندريه، سيدي بشر بحري محمد نجيب 60، ولينا فرقة تاني في فيكتوريا. حضرتك احنا اتكلمنا عن كل الاصناف، ولا في اصناف تانية حابب تقولها؟ في اصناف بس دي المشتهرين بيها يعني. ايوه تمام. وفي بقى الاصناف اللي عندك السلطات، طبعا احنا مشهورين في السلطات بالتبولة، بالتبولة بالفتوش بالمسبحة بالسلطة الشامي. هاي السلطات يعني هي شغلنا يعني، ما مشهورين فيها. وفي في يعني اصناف كتير، اذا بدنا نحكي عليها ما هنخلص يعني. كل اكلاتكم جميله وكل سلطاتكم جميله، وفعلا بتشهي او بتفتح النفس فعلا. استاذ ابو عبدو، بالنسبه بقى للاجراءات الاحترازيه في وقت كورونا، حضراتكم عملتوا ايه بقى في الوقت ده؟ والله احنا طبعا بوقت كورونا هلا اي اول فتره ما قفلنا حوالي شهر، اول حاجه قفل تام ما رضناش نشتغل. بعدين بعد شهر فتحنا باحترازات قوي، عملنا تعقيم للمطعم كامل، للصاله للمطعم كامل. بعدين صرنا نعقم مثلا كل ما نخلص شغل كل يوم اخر الليل نعمل تعقيم للحيطان، الارضيات، كل حاجه. طبعا مع اللباس الاحترازي، الكمامه اكيد والجوانتي تمام والحاجات دي. والحمد لله ما نصبش حد عندنا، الحمد لله ما شاء الله. اللهم بارك ما شاء الله. والكادر كله سليم 100% الحمد لله بفضل الله. انا كمان لاحظت ما شاء الله الشيفات كل ربع ساعه بيتعقموا. ما هو كل ربع ساعه بيعقموا ايديهم، بيرجعوا بيلبسوا جوانتي. وبالنسبه للزبون، الزبون حط كل واحد يخش نعقم له ايديه تمام. حلو جدا. قبل ما يبدا اكل نعقم له ايديه، وبعد ما يخلص الاكل. وطبعا الترابيزات بتتعقم قبل ما يقعد الزبون وبعد ما يقعد الزبون. تسلم ايديكم. وبما ان بقى احنا داخلين على العيد الكبير، وكل سنه وحضرتك طيب، قلت لنا ان في حاجه مميزه هيتقدمها للجمهور في العيد الكبير، هنعمل ايه؟ العيد الكبير ان شاء الله بيشرفونا، اللي احنا عملنا له فتت شاورما على الطريقه السوريه، لحمه. الله. فتت شاورما لحمه. سوري طبعا انا استنيت حضرتك لحد ما خلصتي اكل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيكي. نحب حضرتك تعرفينا بنفسك. انا اسمي منى اسامه قصار من الشام. اهلا وسهلا بيكم في مصر، نورتونا. الله يخليك، منوره باهلها والله. ربنا يخليكي يا رب. وانت اسمك ايه؟ شام. ازيك يا شام؟ الحمد لله. اسمك جميل وانت جميله. يا ترى اول مره تيجوا المطعم هنا؟ لا والله تاني مره. تاني مره. جيتوا تاني، قررتوا الزياره ليه؟ الاكل نظيف والجو حلو رايق، فيعني عزمت اصحابي واولادي على المطعم هون، يعني حسيته انه مثل اكل البيت يعني، وشي نظيف واسعاره معقوله. يعني انتوا عزمتي اصحابك واصدقائك وجيتوا، مش كانت عاليه عليك التكلفه شويه؟ لا مش عاليه، يعني لو بالبيت حتكلف نفس التكلفه. لا اسعاره معقوله، ويعني بذكرنا بالشام ما شاء الله. شاء. نفس الاكل اللي بتاكلوه هنا نفس التيست او الطعم بتاع سوريا؟ نفسه. نفسه. النفس واحد ما شاء الله. الله يخليكي. طيب ايه رايك، او ايه اشهر اكله هنا انت بتحبيها، ولما بيبقى محد معاكي اول مره يدخل المطعم دايما بتقولي له ان هو يجربها؟ الشاورما. الشاورما طعمها لذيذ. جميل. انتوا يا سوريين مشهورين بالشاورما دايما.
الله يخليك بألف هنا. الله يخليك. نورتوا مصر ونورتوا مطعم أبو عبد السوري. منورة بوجودكم والله. ربنا يسعدك. مصر منورة بأهلها دايما. ميرسي يا حبيبة قلبي. وما زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء ومعانا ومعاكم راي زائره اخرى في مطعم ابو عبد السوري. اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن نتعرف عليكي؟ اسمي مدام شيماء. اهلا وسهلا، شكلك كيوته لسه صغنطوطه. امتى بقى دي مدام؟ من 4 شهور. طب تمام، مبروك. الله يبارك في حضرتك. ربنا يسعد قلبك يا رب. اول مره تيجي المطعم؟ لا انا مقيمه، انا باجي كتير جدا في المكان ده. مقيمه في المكان. مقيمه في المطعم هنا، بحبه جدا يعني. عامله معاهم ابونيه بقى. نفسي والله لو في ابونيه هعمله. دايما بتترددي على المطعم على طول؟ كتير جدا، مع اني مش ساكنه قريب، بس صراحه جوده الاكل والسعر كويس بيجيبني. يعني الاكل، انت قلتي لي قبل التصوير ان انت اساسا ما كنتيش بتحبي الاكل السوري، بس لما جيتي هنا غيرتي رايك. بالظبط كده، انا فعلا ما الاكل السوري ما مش من هواته يعني، بس جيت هنا مره اول حاجه بدات بيها كانت الفته الشاورما. تمام. بعدين وقعت في غرام الاكل السوري، بس ما طلعش الاكل السوري، هو طلع الاكل اللي هنا بجد، لاني بعد كده حاولت ادوق مثلا في اماكن تانية. بامانه الاكل هنا لا حلو جدا، يعني مش اي سوري يتقال عليه سوري يا جماعه، مش اي مطعم يقول ان هو سوري يبقى مطعم سوري. هي لفت كذا مطعم وضاقت في كذا مطعم، بس استقرت ولقيت ان احسن مطعم بيقدم اكل سوري هو مطعم ابو عبدو السوري. جربتي حاجات تانية؟ النهاردة انا جربت الفراخ بالطريقة السورية، انا متعودة عليها في العادة الطريقة بالفحم، بس هي برضو حلوة جدا. وانا كمان اصلا حامل ومش باكل اي حاجة غير حاجات معينة، بس الاكل هنا حلو جدا بيجيبني برضو. يعني الاكل هنا كمان حلو للحوامل. يلا يلا كل الحوامل اللي عايزه تتغذى كويس تيجي مطعم ابو عبدو السوري. ميرسي جدا يا شيماء. ميرسي جدا لحضرتك، نورتينا، وان شاء الله نبقى نعمل معاكي لقاء لما تقومي بالسلامه. ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. ما زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء من داخل مطعم ابو عبدو السوري. لو عايزين نعرف سر نجاح اي مطعم مميز، سر النجاح دايما بيكون في الشيف، ومش اي شيف، بيكون الشيف العمومي اللي بيحط الريسبي لكل طبق من اطباق الا مطعم. وفي الحقيقه احنا معاكم دلوقتي ومعانا الشيف العمومي لمطاعم ابو عبدو الشيف محمد. بنرحب بحضرتك يا شيف. اهلا وسهلا فيك، نورتونا. اهلا فيك. ايه الاكل الجميل ده؟ صحه وعافيه. تسلم ايديك. الله يخليك. انا بحترم جدا بصراحه مهنه الشيف، لانه هو بحس ان هو فنان. الله يخليك، كله من ذوقك. تسلم يا ميرسي جدا لحضرتك. في البدايه عايزين نعرف، انتوا طبعا في اي تيبل بتبداوا بالسلطات؟ تمام، كلمنا بقى عن السلطات في مطعم ابو عبد السوري. عندنا تشكيله متنوعه جدا من السلطات، هي من اهم المقبلات لدى الزبون عندنا. يعني اغلب زبايننا يعني بيطلبوا السلطات يعني مخصوص قبل الاوردر، الاكل الرئيسي، الطبق الرئيسي اللي بيحبه الزبون عندنا. فاحنا عندنا تشكيله متنوعه، منها الكولسلو، الفتوش، التبوله، السلطه الخضراء، الكولسلو، التوميه، اللهم صل على النبي، عندنا البابا غنوج، المتبل، كل السلطات التابعه يعني للوجبات الرئيسيه والمنيو الرئيسي كلها بتتعمل عندنا هون، وتحضيرها كامل بيكون من عندنا من هون مع الصوص الخاص فيها. يعني دايما بيقولوا اسال مجرب يا جماعه. على فكره انا دقت السلطات حلوه جدا، تسلم ايديك يا شيف. بالنسبه بقى للاكلات اللي انتوا بتقدموها في مطعم ابو عبدو السوري، كلمنا عن اهم الاكلات والاكثر مبيعا عندكم، ليه الجمهور بيحب ان هو دايما يطلبها؟ انت عارفه انه يعني الشعب المصري شعب ذواق، خاص ناس بشغلة الأكل يعني. فإحنا من أهم الأطباق اللي تقدم عنا وجبات الشاورما العربي، تمام، عنا الفراخ على الطريقة السورية، تمام، عنا القسم الغربي كامل من زي إيه؟ الفاهيتا، المكسيكي، الكريسبي، الزنجر، البروستد، الأشياء هاي كل يعني الشعب المصري بيحبها وبيحب طعمها، تمام. هو شعب ذواق يعني، ما بيجي على المطعم إلا إذا ما كان الطعم داخل مخه وعاجبه.
تسلم ايديك يا شيف. فعلا كل الاراء اللي اخدناها من الزوار الموجودين بيشكروا في اكل حضرتك جدا، وقد ايه الاكل مميز، وفعلا الاكل اللي عامله مايسترو. الله يخليك، تسلمي، كله من ذوقك. في نهاية فقرتنا مع حضرتك بنشكر حضرتك جدا يا شيف محمد. الله يخليك، نورتوا اسكندرية، واهلا وسهلا بمطاعم ابو عبد السوري. اي وقت مكانكم هذا، بتتفضلوا عنا باي وقت. تسلم ايديك يا رب، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة، اهلا وسهلا. ما زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء من داخل مطعم ابو عبد السوري، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، كنا مع حضراتكم في مطعم ابو عبد السوري، شفنا قد ايه هذا المطعم بيتميز باصاله الطعم السوري، شفنا قد ايه جوده الاكل، شفنا اراء الزوار وقد ايه الناس مبسوطه جدا جدا جدا، شفنا كمان الفن السوري والفولكلور الشعبي والسوري والشامي، شفنا الفقرات الرائعه. بجد الشعب السوري بيتميز بذوق عالي جدا في الاكل، بفن راقي جدا احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، كل ده اتعرفنا عليه من خلال مطعم ابو عبد السوري. في نهايه فقرتنا مشاهدينا الاعزاء بنشكر الاستاذ ابو عبد السوري، بنشكر حضرتك جدا جدا. الله يسلمك، الله يسلمك. شكر لكم والله، اهلا وسهلا فيكم. وانا في نهايه اللقاء يعني بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليه لنا، وبنشكرك حضرتك الدكتوره منى، وبشكر كادر التصوير كله، واهلا وسهلا فيكم، شرفتونا والله. احنا اللي بنشكر حضرتك على حسن الضيافه، وقد ايه انتوا ناس مضيافه، ومطعمكم بجد رائع. الله يسلمك يا رب، هذا من ذوقك ولطفك، اهلا وسهلا فيكم. مرسي جدا لحضرتك. ومشاهدينا الاعزاء، انتهت فقرتنا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد على حضراتكم. كنا معكم في مطعم ابو عبد السوري، اي حد حابب يشرف في المطعم، العناوين مكتوبه على الشاشه وارقام التليفونات. انا برجح لحضراتكم، لكل المشاهدين اللي حابب يشرف في المطعم، المطعم ده اكله حلو جدا 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 بشهادتي، بعد ما ذقت الاكل كمان عامل لكم مفاجآت حلوه جدا في العيد، لازم تزوروه في العيد. وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد عليكم. ميرسي جدا، واشوفكم على خير.